نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الحفل الذي أقامه نادي الخريجين احتفاء بالخريجين من الجامعات العربية والأجنبية منذ عام 1960 حتى عام 1990، ومعرض الصور المرافق الذي تنظمه فعالية هذه هي البحرين بالتعاون مع نادي الخريجين. جاء ذلك بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ومحافظ العاصمة وعدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين. وتفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتكريم رؤساء نادي الخريجين السابقين المرحوم الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة والسيد حسن إبراهيم المحري والسيد خالد محمد فخرو والمرحوم قاسم أحمد فخرو والسيد عبد الرحمن محمد سيف جمشير والسيد عبد الله راشد المدني والمرحوم طارق عبد الرحمن المؤيد. وفي بداية الحفل ألقى السيد حمد أبول أحد الرؤساء السابقين للنادي كلمة تقدم فيها بالشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتفضل جلالته برعاية الحفل والترحيب بسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لنيابته عن جلالة الملك المفدى في رعاية الحفل. واستعرض في كلمته تاريخ نادي الخريجين وأهم إنجازاته. وقد تضمن الحفل عرضا لفيلم تم من خلاله استعراض مسيرة التعليم النظامي منذ بدايتها في عام 1919 ومراحل إنشاء نادي الخريجين ودوره في الحياة الثقافية والاجتماعية في البحرين. هذا وتجول سموه في معرض الصور الذي تنظمه فعالية هذه هي البحرين بالتعاون مع نادي الخريجين، مبديا إعجابه وشكره للقائمين على هذه الفعالية ولنادي الخريجين على تنظيم هذا الاحتفال. عندما تلتقي الذكريات في صور ويفوح منها عبق الماضي الجميل، حينها سيجتمع كل من صنع هذا الماضي في مكان واحد ليجددوا الذكريات ويسردوا حكايات الأمس واليوم. فهذه الأمسية التي حظيت برعاية كريمة من جلالة الملك المفدى جمعت بين أحضانها جميع الخريجين الجامعيين للجامعات من عام 1960 إلى عام 1990 لتكون هذه الأمسية مسرحاً يلتقوا على خشبته ويعبروا عن ذكرياتهم الجميلة على مقاعد الدراسة.
فالرعاية الكريمة من جلالة الملك المفدى لهذه الفعالية وغيرها من الفعاليات تجسد رؤية جلالته في التقارب والتعايش بين الجميع، وتؤكد على اهتمامه الشخصي بأن يكون التعليم هو المحرك لتغيير ثقافة الشعوب لتكون أكثر تسامحا وقربا دون تمييز. فجلالته وبتخصيص مقعد يحمل اسم جلالته في أحد أعرق جامعات إيطاليا أكد بأن رؤية البحرين نحو التعايش والتآلف بين الشعوب أصبحت أكثر نبضا في قلب أوروبا. هذا الحقيقة تقدير لجلالة الملك وجهوده في سبيل نشر التسامح ليس في البحرين أو في المنطقة إنما على مستوى العالم، وهذا يدل على شيء، على يعني على أنه شخصية دولية تحظى بالاحترام في العالم نظرا له القيم والمبادئ اللي يحاول أن ينشرها. ونحن بهذه المناسبة نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة وإلى أنفسنا أيضا بأن يوجد هذا الكرسي في أرقى الجامعات الأوروبية. طبعا ودي أهني سيدي جلالة الملك المفدى على هذه المبادرة الإنسانية العالمية، تخصيص كرسي الامتهان في أحد أكبر وأعرق الجامعات في إيطاليا، وهذه في الواقع يعكس البعد ورؤية جلالة الملك في الحقيقة في نشر ثقافة التعايش والتآلف. هاي اللفتة الحقيقة يعني كونها أيضا حملت عنوان التسامح والمحبة وذات صيت، الجامعة ذات صيت دولي مثل ما سمعنا وتابعنا، أحدثت نوع من ردة الفعل الإيجابية جدا للتعريف بمملكة البحرين وبقيادة مملكة البحرين في الترويج لمبادئ السلام وفي دعم الجامعات العالمية العريقة. فالحقيقة كانت بادرة ذكية جدا وموفقة جدا لخدمة اسم البحرين ورفع اسم البحرين. نعم، اهتمام مملكة البحرين بالتعليم وأهمية التعليم، فهذه شهادة أن يعطى هذا الكرسي باسم جلالة الملك للبحرين، لأنها هي من رواد التعليم في هذه المنطقة، وأيضا كان لها سبق في نشر الوعي الثقافي والتعليمي في منطقة الخليج. وهن جلالة الملك على قيامه بتبني كرسي في أحد الجامعات في روما للحوار والتعايش بين الأديان، وهو متطلع إليه الشعوب في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم من أزمات بسبب عدم التواصل وبسبب عدم التحاور بين الحضارات. نحب أن نهنئ جلالة الملك المفدى بالكرسي في أبحاث الحوار والتسامح من أعرق الجامعات الإيطالية، وهذه الكرسي ستساعد المدارس والجامعات ليس في البحرين فقط وإنما في العالم العربي والعالم ككل، لأن ثقافة الحوار والتسامح والأبحاث في هذا المجال هو من المواضيع المهمة جدا في عصرنا هذا. جلالة الملك قد تبنى هذا الاجتماع ووضع تحت رعايته، وهذه مكرمة من الملك، فإحنا طبعا مقدرين وشاكرين لجلالة الملك على هذه اللفتة الكريمة، وهذه نتيجة تقديره لدور الخريجين في إنجازات هذا الوطن. كل من عاش تفاصيل هذه الأمسية اليوم أدرك بأن البحرين تملك ثيمة خاصة تتجسد في روح التآلف والتعايش بين الجميع، لا سيما بين كل الأديان والمذاهب والمعتقدات. فرقتهم الأيام ولكن جمعتهم تلك الذكريات في هذه الفعالية التي جاءت لتعزز رؤية مملكة البحرين في التعايش والتآلف بين الجميع. سهر عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.